السلام عليكم، كيداير الاخوان؟ هاني كلشي مزيان الحمد لله. لاحظوا معنا الاخوان، سرقه امام المسجد. يعني كاينين بزاف ديال السرقات اللي ما غاديش نقولوا عاديه، وانما سرقه تتسمى عادي، انسان تيسرق فيه كان موجود هادشي كاين، ولكن في المسجد اللي مشكل. شوف هاد الشخص هذا اللي هو شيخ، يعني مش شي واحد اللي صغير، تيجي قدام المسجد وكيخون كيسرق الأحذية ديال المصلين والنعال ديالهم. شوف لاحظوا الناس داخلة كتصلي وهو كيمشي ويجي تما، حتى تيومن يعني تي شوف 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 هنا هوجة، هز الحذاء الأول، مشى لشي بلاصة غادي يحطو، حادي نسي خدام من هاد الحوايج، جا باش يهز التاني عاوتاني، كيهز واحد وكيرد البال لاخر، يعني بحال اللي لا حصل في هاد اللقطة هادي غادي يقول لهم غنسحب ليا ديالي ولا كدا ولا كدا، باش ميسيبوش يهز بزاف، كيهز واحد كيديه وكيرجع. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هنا جا المرة الثالثة، هنا شبالي شي واحد بغا يجي و تيصل في السنطرة ديالو بحال بغا يدخل يصلي. شوف دخل السيد رجع وجهو قاس، هاد السيد هذا يعني خلى السيد تدخل ورجع هو يا باشي تيشوف هداك، ما شافو شي حد يكما كدا، هز حط السنطرة ديالو ولبس صندالة أخرى اللي بغا هو اللي خدامة ليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا صاحبي السيد سال الخدمة ديالو ولا شك ولا تنوى بلا راه غادي يحصل في هاد اللقطة هادي، لأن بالي بنادم بلا كيدخل يخرج بزاف، هز الدراجة النارية تاهي واش ديالو ولا ماشي ديالو الله أعلم، هي اللي كان كيجمع فيها داكشي اللي كان كيهز، وخرج بيها راسو وميعادك جهنم إن شاء الله. هنا هاد الشاب هذا الورع التقي، شو مسكين تيسبح تيذكر في الله، راه مؤمن مؤمن ايمان سبحان الله تيكبر من تما. شو يعني من بعد ما صلى هذا داخل المسجد تيدير ذوك التسبيحات اللي من بعد الصلاة الله سبحانه وتعالى، تيطلع على واحد الصندوق قدامه، هذاك الصندوق ديال التبرعات ديال الزاج، تيكون تبرعوا فيه الناس في المسجد باش يبقاو اصلاحات المسجد، يخلصوا الضوء المسجد كذا. هو تيسبح قدامه، ولكن شوفوا الاخوان هنا بغا يحاول يجبد شي حاجه من الصندوق، ما عرفش ومشى ولا ما بغاش يتقى الله، لكن قال حيد عليا من تقى الله ولا كذا. هو جاب شي حاجه تما، شي اله حاده، شي باروخ ولا شي لعبه، تيحاول مع الصندوق فتحو، هز واحد البركة دارها في جيبو غادي خارج، عقب ما قنوش هداك الشي، مازال الأوراق تما النقدية خاصو يهز كلشي. هز المرة الثانية تيبغي يمشي و تيعقب بين الشيطان ويرجع تيبغي يمشي و تيعقب بين الشيطان، هو بين الشيطان المرة الثالثة، راه تيمشي ويجي تما زعما راه حاضر هاد البال، هي راه الكاميرا فوق راسو سبحان الله. من المرة التالية جا جمع كلشي، هاد المرة خلى غير دوك القطع النقدية اللي الصرف، خلى الصرف، هز الأوراق كاملين. لا حول ولا قوة إلا بالله. تبارك الله لكم الإخوان، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.